والله شيء مؤلم برشا، شيء مؤلم للتوانسة حتى وقت فرنسا ما سررناش. قاعدين فما عباد يموتوا يتجرحوا على خاطر حاطين لهم الألغام، وانا كي سألت قالوا لي سلفيين هما اللي حاطين الألغام هذوكم، دونك سلفيين انا نكرههم. ماهوش باهي، ماهوش باهي، ماهوش باهي. يلزم الحكومة تقوم بواجبها وتقبض عليهم هذي يعملوا في هذي الأمور هذي، لأنه ما يصلحش، ماهوش لايق بينا بالبلاد التونسية هذي، ما يصلحش. دور تحقيق ما عندي ما نقول فيها. تبقى تقريبا عن منظمة أمنية كاملة وعن جيش وطني وربي قد يخيب الركوب. الجماعات هذه اللي توجدت وموجودة في كل وقت وفي كل دولة، حتى من قبل السلاح اللي يتهرب ويمشي ويجي، يعني مش حاجة جديدة هذه، لكن احنا مع جيشنا ومع أمننا في مقاومة الجريمة ومقاومة كل ما هو إرهاب وكل ما يكون يهدد أمن التوانسة. قاعد حاير في أحداث الشعام بهذه اللي يحكوا عليها، اللي واحد منا يسرق سرقة في يخلع بانكة ولا كرهبة ولا مجازان، بعد ثلاثة واربع سوايع يشدوه يقولوا أنا شديناه، وناس قاعدة تموت في الجبال وفي الواحد يقولوا لتو ما شديناهوش، ستة وسبعة شهور ونحن مزلنا وتعزيزات وأمن وأمن موازي وما فهمنا شيء. يمكن نرقد من ساعة ولا ساعتين تصير أنت تصير كرتوش وعباد نقط في بعضنا. يا انت لا يرزيك، يرزي لله الله محمد رسول الله، يرزي ربي. والله ايش نقول لك، نقول لك دار النجار بالشباب، احنا حلينا الباب لرواحنا، احنا جبناه التجاذبات هذه السياسيه، والناس يقولوا خليهم هذاكم والاخر يقول خليهم هذاكم، حتى لين وصل الماء تبص على البطيخ. احنا مانيش نتاع هذايا، ضد الارهاب في تونس، معناها جمله وتفصيل، ضد الارهاب والناس اللي تتبنى المنهج هذا بالنسبه لي انا معناها مرفوض مرفوض ثم مرفوض. ومن الحكومه زاد ما فما حتى تفسير وما فما حتى تعبير وما فما حتى مبرر. شنو سامحني، شنو في طول الله صار انفجار صح، اما واحد واثنين وثلاثه ومازال الرابع والخامس والسادس والسابع، الا ما نحن نفيقوا بها الحكايه، لما عندنا 200 جندي يموت و400 بوليس يموت، باش تفرهد العباد وباش يتفرهدوا الحكومه هذي ويفهموا اللي هما راهو خلاوها وجلاوها البلاد، فهمتني، ورد خلاوها في حياه تونس. قاعد يصير الأحداث اللي قاعدة تقوم الآن في الشعام بيظهر أنه ثم جماعات مسلحة تحب تمشي ببلاد منزلق خطير عنف وغيره وسلاح، ونحن ما نش متعودين بهذا. ربي يوفق الأمن والجيش باش ياخذوا التدابير اللي تنجم تسلك البلاد من وضعية اللي فيها، وكذلك لا نريد أن نحمل المسألة أكثر مما تحتمل، هذا شيء طبيعي بعد الثورات، الأصل فيه أنه نتعودوا على هذا، وبالعكس نحسن التفاعل ونحسن إدارة مثل هذه المسائل فقط. ما عادش من غير حتى اسباب، اما انا نتصور انه حكومتنا الموقره مسؤوله حتى على خنفوس صغير يتجرح في موريتانيا، دونك هي عندها المسؤوليه الكل. علاش بلاش عم نعرفوا في كيف هم مشيتلوش وكاو ربي معك. تعرف شنو اللي قاعد صاير؟ الضامن كل التضامن على الجيش الوطني مع القوات الامنيه، لكن من غير تهويل، اذا معناها يحكوا على القاعده يلزم ثم ادله. أنا واحد من الناس نشوف اللي قاعد يحصل حاجة مبرمجة، فيلم قاعدين يركبوا فيه وأحداث متتالية قاعدين يعملوا فيها، أطراف ما نجيبش نقول لك هم شكون، أكيد فما عباد عندها مصالح وراء الراية. الحالة هذه موجودة في الدول العربية كل، موجودة في الدول العربية كل، حاجة طبيعية تسمى، كي تشوف الجزائر تشوف ليبيا تشوف مصر تشوف اليمن تشوف سوريا تشوف العراق، تسمى حاجة طبيعية. شيء يوجع القلب، بالفعل شيء يوجع القلب، واحد كيف يراها هكاكا معناتها ناس تموت وناس ساقوا تتقص والاخرين، حرام والله حرام. شنو اللي طالبين تو، شنو اللي طالبين، شنو اللي يحبوا، شنو اللي يلوجوا عليه، شنو حاجتهم بيه، علاش هذوك الناس تمشي ضحيه، علاه امننا هذاك اللي نعملوا عليه، هذاك جيشنا الوطني وامننا. انا والله نبكي، صدقني نبكي.